بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم على خطأ بيحصل عند صرف الروشتات بتاعة البخاخات. انت ممكن يجيلك اي نوع من البخاخات، وليكن مثلا على سبيل المثال مثلا فليكسودايد، يقول لك الدكتور كاتب لك مثلا بختين بالفم صباحا وبختين مساء لمدة شهر. طبعا لو انت كتبت كده على العلبة وخلاص كده اديتها للمريض، يبقى انت كده غلطت، وكده المريض ممكن يحصل له ضرر. طيب الضرر هيجي ازاي؟ انت دلوقتي كان لازم تحسب الجرعة للمريض. تحسبها ازاي؟ يعني هو مثلا كاتب له بختين الصبح وبختين بالليل، يعني هيستهلك كام بخة في اليوم؟ 4 بخات. تمام، وكاتب لمدة شهر. طيب يبقى 4 بخات في 30 يوم، يبقى هو عايز 120 بخة او 120 باف يعني. تمام. طيب هي العلبة دي بيبقى فيها كام باف؟ زي ما مكتوب كده، فموجود فيها 60 باف، اللي هو 60 بخة يعني، أو 60 اكتويشن. تمام، يبقى معنى كده إن العلبة الواحدة هتكفي كام؟ هتكفي 15 يوم، لأنها فيها 60 بخة، وهو هيستهلك 4 بخات في اليوم، يبقى 60 على 4 هتكفي 15 يوم. يبقى الصح أنت كنت عملت إيه؟ اللي أنت بدل ما كنت تديله علبة واحدة تديله علبتين، وتكتب على العلبة الأولانية رقم 1 مثلا، وتكتب بختين الصبح وبختين بالليل، وتكتب ان دي هتكفي اسبوعين، تكتب التاريخ بتاع النهارده اللي هو هيبتدي يشتغل يستخدمه، وليكن مثلا 1/4/2020. لغايه كام؟ لغايه 15/4/2020. تمام؟ ويبقى كده خلصت الايه؟ العبوه الاولانيه. بعد كده تيجي على العبوه الثانيه، تكتب اللي انت هتشتغل هتبتدي تستخدمها من يوم 16 ليوم 30 4. تمام، وتكتب برضو نفس الاستعمال. طيب إيه لو انا ما عملتش كده هضر المريض؟ طب انا هضره ازاي؟ هضره بكل بساطه ان هو مش هيعرف دي خلصت امتى، ودي طبعا بخاخه بيبقى موجود فيها الماده الفعاله، واللي رافع الماده الفعاله جوه البخاخه بيبقى فيه غاز خامل. الغاز الخامل دوت لو المريض استنشقه ممكن يحصل له حساسيه، بالرغم ان الغاز ده خامل ممكن يعمله تهيج في الصدر، وبالتالي المريض يفكر نفسه هو بياخد علاج، وهو في الحقيقة مش بياخد علاج، واخد بالك انت، هو في الحقيقة بياخد غاز خامل. امتى بيحصل الموقف ده؟ لما بتنتهي جرعة العلاج اللي هي 60 بخة بالظبط. بعد الجرعة رقم 60 بيطلع غاز خامل بيبقى بيستنشقه ايه؟ المريض. فانا لما بنظم له الجرعات كده بتجنبه، بخليه يتجنب اللي هو يستنشق الغاز الخامل دوت. تمام، دي كان الحاجة اللي كنت عايز اقولها. الحاجة التانية برضو، في كبسولات بتستخدم للاستنشاق بيبقى معاها جهاز، برضو لازم تقول للمريض لو هو كان مريض اول مرة ازاي استخدم الجهاز. طبعا الجهاز بيبقى عامل زي كده. تمام، ده شكل من الجهاز. هتقول له هتشيل الغطا دوت، ماشي، وبعد كده في سهم هو دوت زي ما انتم متجه شمال، هتلف برضو الجهاز ناحية الشمال، هتلاقي بعد كده ايه موضع لقالب، لقالب زي كبسولة كده، هتحط طبعا الكبسولة جواها اهوت كده بنفس المنظر ده، وبعد كده ترجع تقفل الجهاز تاني، وتقول للمريض لما تيجي تاخد الجرعة بتشفط كده، وانت بتشفط تكون متكي على الدبوسين دول، فتشفط كده. تمام، بكل بساطة يعني. طيب هل في جهاز شكل تاني؟ في عندي جهاز زي كده اهو، ده برضو بتاع نوع من انواع البخاخات، برضو يعني بتشيل الغطا كده وبس. هنا بقى في الحالة دي مش بتلف العمود ده، لا ده انت بترفعه كده. تمام، وبتحط الكبسولة طبعا جوه، وترجع تنزل العمود ده تاني، وبرضو هنا الدبوسين اهو والكبسولة موجودة، بيشفط برضو اثناء ما هو بيضغط في لحظة الايه الضغط، بيشفط برضو كده. طبعا المريض بننصحه ان هو هيحس ان هو اكنه ما اخدش حاجه، نتيجه ان 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 الماده اللي جوه الماده الفعاله بتبقى بوزن بالمايكروجرام وبالنانو جرام وكده، فبتبقى مش ملحوظه، لكن هو في الحقيقه هو بيبقى خد الايه العلاج. في النهايه لو الفيديو ده عجبكم، حاسس ان ممكن بعض الزملاء يستفيدوا منه، يا ريت تعمل له شير. وشكرا ليك، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.